حتى بنا فوق المجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمن من لجأ إلى حصنكم. طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تركنن إلى الحياة، إن المصير إلى الممات. لا تركنن إلى الحياة، إن المصير إلى الممات. واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات، واغنم لنفسك فرصة تنجو بها، واغنم لنفسك فرصة تنجو بها قبل الفوات. واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة. واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة إلا بحب بني النبي المصطفى الغر الهداة. جار الزمان عليهم فرماهم بالفادحات، هذا قضى قتلا وذاك مغيبا خوف العدات. والقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات، ذاك الذي يوم الوغى كأبيه حيدر في الثبات.
ورث الإباء والعز من آبائه الصيد أباتي جاء الحسين به إلى خيم النساء الثاكلات فضمته أمه ربلا إلى صدرها يا أمه حيد وحيد أو حيد وعز عندي من العذية يبي وأنا ردتك ذخر الأيام شيبي يما شيبي وما ظنيت بيك قط نصيبي يما من الوالدة وانت ولدها من الوالدة وانت ظناها يا ترى والوالدة تطلب رباها يما رباها يا ويومك يا لمدلل عماه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله صلى على محمد وآل محمد الآية في سورة براءة أو سورة التوبة وهذه السورة تسمى براءة لأن في بدايتها براءة من الله ورسوله في بداية الآية براءة ولهذا في بداية السورة براءة إذا موجودة إذن البسملة هم تسقط منها ليش البسملة تسقط؟ لأن البسملة علما للحمة والاتحاد والبراءة للانقطاع والانفصال واضح مولانا؟ فهذا ما يناسب البسملة مع البراءة ولهذا سقطت البسملة في سورة البراءة في سورة التوبة بالمقابل في سورة النمل إنه من سليمان وإنه شنو بسم الله الرحمن الرحيم سورة النمل كم بسملة بيها اثنين سورة البراءة والتوبة ما بيها فمجموع السور 114 نرجع على حالتنا أيضا 114 مرة بسم الله الرحمن الرحيم توبة ما بيها نمل مرتين زين ولهذا بدأت بكلمة براءة براءة من الله ورسوله هذه الآيات الكريمات مولانا بيها سبب نزول وسبب نزولها جدا حساس أنا لابد من الانتباه إلي شوية لأن بيها فروع هواي فنشير إلى هذه إلى بعض فروعها أولا أكو معاهدة بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين المشركين صارت معاهدة صلح بين النبي وبين المشركين هذا الصلح هذه المعاهدة المعروفة بصلح الحديبية معروفة بعد صلح الحديبية هذه في صلح الحديبية صار صلح مو أنهم أسلموا والمشركون ما أسلموا إجا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة المنورة دخل في مكة المكرمة كتب مع بعض قبائل العرب مو مع الكل مع بعض قبائل العرب كتب وياهم معاهدة هذن المعاهدات مثل بني بكر أو بني كنانة أو خزاعة أو بعض القبائل انتبه لحبيبي انتبه لرجاء هذه المعاهدة صارت مع بعض القبائل نوعين هذه المعاهدات الصلح مع بعض القبائل صار النوعين من القبائل من عينوا مدة المعاهدة مدة الصلح إيش قد مدة الصلح واحد قال مثلا 6 أشهر واحد قال سنة واحد قال 5 سنوات يعني المعاهدة صار لها شنو مولانا مدة محددة مدة معينة واضح شنو صار هذا القسم الأول من المشركين
القسم الثاني من المشركين ما عينوا مدة، هم اصطلحوا مع رسول الله بس مدة معينة ما عينوا. صار نوعين، النوع الأول المعاهدة التي لها مدة معينة حتى تنتهي، والمعاهدة الثانية ليست لها مدة. ها حبيبي؟ زين، يعني إذا خرقوا المعاهدة، خرقوا أحد الشروط، زين هذا خلص بعد المعاهدة شو يصير؟ تنقطع، تنتهي. زين حبيبي، إذا النوعين المعاهدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتبوا إياها، كتب رجع للمدينة، هذا في الحديبية في مكة، رجع للمدينة. لما رجع إلى المدينة المنورة مرت أيام فترة من الزمن، بعض الذين تعاهدوا مع رسول الله بالأمن والأمان زين صاروا ضد النبي صلى الله عليه وآله، صاروا مع المشركين، هم مع النبي صاروا مع المشركين، مع مشركي قريش، صاروا ضد من؟ ضد النبي، يعني نقضوا المعاهدة، هاي المعاهدة نقضوها. واضح شلون صار مرانا الحكي؟ قاعد أعطيك دقيقة إخواني خاطر نعرف المغزى والسبب لنزول الآية، جدا جميل، جدا جميل يعني. زين، فصار مولانا لما مرت فترة من الزمن من المعاهدة، بعض الذين كتبوا المعاهدة مع النبي نقضوا المعاهدة، الصلح نقضوه، إيش سووا؟ صاروا مع بعض المشركين الذين لم يكتبوا معاهدة مع النبي، صاروا وياهم خاطر يضربون من؟ يضربون النبي، هم عندهم معاهدة مع النبي، إيش قد لعنة مخوش وادم. زين، هم عندهم معاهدة مع النبي، لكن مولانا رجعوا مع المشركين، اتفقوا مع المشركين ضد من؟ ضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي سمع وعرف بالأمر، مثل قضية الأحزاب، قضية الأحزاب خندق، مولانا أكو ناس صاروا مع المشركين ضد من؟ ضد النبي صلى الله عليه وآله، حرضوا بعد، القصة طويلة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم تألم، صارت السنة التاسعة من الهجرة، نزلت هاي الآية. شنو هاي الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، براءة من الله ورسوله. هنا صار شنو مرانا؟ المعاهدة انقطعت خلاص، ياهو قطعها، مو الرسول قطعها، اللي قطعها ياهو الله سبحانه وتعالى. بداية الآية، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. بس هذا العهد نوعين، أكو ناس نقضوا أكو ناس ما نقضوا، والمعاهدة بعضها لها مدة وبعضها ما لها مدة. زين، الذين نقضوا المعاهدة، الإسلام يحترم العهد أخواني، الإسلام يحترم العهد حتى مع العدو، إذا ما انضربت مصلحة الإسلام يحترم العهد، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. واضح مرانا؟ فالعهد في الإسلام شنو؟ محترم، العهد محترم، والإسلام هم احترم العهد. شلون احترمه؟ أولا اسمعني، الذين نقضوا العهد، المعاهدة انقطعت خلص بكلام من الله، بأمر من الله، براءة انقطعت، الذين نقضوا العهد ظلوا وياهم، ظلوا جماعة إلهم مدة وجماعة مالهم مدة، المالهم مدة النبي خلالهم 4 أشهر وتنتهي المعاهدة. انتبهتوا له؟ لا، الماء لهم مدة، النبي خلالهم 4 أشهر تنتهي المعاهدة، والعدهم مدة فإلى مدتهم وينتهون. مثلا خزاعة 9 أشهر بقالهم، خزاعة لهم مدة 9 أشهر ظلال، النبي هم احترم، احترم لأن ما ضروا الإسلام بشي ولا قطعوا المعاهدة. زين، ولهم مدة معينة فإلى مدتهم. وهذا حبيبي شلون صار؟ زين، إذن اللي ما إلى مدة إيش قد الإسلام أعطاه مجال؟ 4 أشهر، واللي إلى مدة فإلى مدته إن لم يخن، إذا ما خان. لكن اللي خان شو سوى مولانا؟ قطعوا المعاهدة وياه، قطعوا وتبرأ الإسلام منه بشرط إذا أسلم، إذا أسلم هذا في ذمة الإسلام بعد، لكن إذا ما صار مسلم يكون عدوا لمن؟ للإسلام. زين، اسمع الآيات، نزلت الآية على النبي، اسمعني حبيبي، لأنه خلينا نشوف ياهو اللي يبلغ الآية، هاي آية بها قتل. الآية شنو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول سورة التوبة، براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. لنا واضح. الآية الثانية، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، هذول علم 4 أشهر مولانا، عفية 4 أشهر للذين
ما عندهم مدة، 14 مجال زين، واعلموا أنكم غير معجز الله إلى آخر الآية. إذن هذول ما عندهم مدة زين، خلوا لهم 4 أشهر زين. اللي عندهم مدة زين، لا اللي خانوا انقطعت، واللي عندهم مدة فإلى مدتهم زين. المشكلة هنا، المشكلة اللي يوصل هذا الخبر للمشركين منه؟ هاي الآية ونزلت بالمدينة لو بمكة؟ بالمدينة السنة التاسعة بالمدينة. حجة الوداع يمتى صارت؟ السنة العاشرة. الغدير يمتى صار؟ السنة العاشرة زين. فنزلت الآية بالمدينة، كون واحد وين يروح؟ إلى مكة في وسط المشركين ويعلن البراءة. يريد لها كون واحد زلمة زين، ترى مو أجبو كيلي وين، يريد له واحد يكون زين عدل، ها؟ لأن هذا يمكن يقتل، يمكن يقتلونه، ها؟ هذا جد ليلى، ليلى أم علي الأكبر، جد ليلى هذا لما أسلم وراح إلى قومه لكي ينذر ويهدي قومه، إيش سووا له مولانا؟ كبير قومه محترم، ضربوه بسهم، ضربوه بسهم فقتلوه، هو جماعته قتلوه، واضح مولانا؟ فهذا التبليغ يحتاج إلى شجاعة ولا ما يحتاج؟ يحتاج إلى شجاعة، وفي وسط المشركين ويعلن البراءة، يقرأ هذه الآية، يعطيهم 4 أشهر اللي ما عنده مدة، واللي عنده مدة اللي خان انقطعت، واللي ما خان إلى مدته، زين؟ ياهو اللي يعلن، ها؟ اللي يعلن اسمع، اللي يعلن النبي اختار واحد، اختار واحد شوي شوي أنا وياك، بس تروح دوره بعد زين. اختار واحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له عمي كذ هاي أو روح أذن لهم، أذن تعرفون الأذان، الأذان الأذان يعني الإعلان بصوت عال زين، إيصال الصوت إلى الأذن يسمونه أذان. الأذان ليش يقولوا له أذان؟ أذان لأنه صوت الأذان وين يوصل؟ إلى الأذن. والبعض يقول لا سمي الأذان أذان لأنه يؤذن لك، يعطيك إجازة، أنا صائم أريد آكل، الأذان يأذن لي أن بالأكل مثلا أو الطعام، أو يأذن لي بالصلاة، ما دام الأذان ما مأذن أنا ما أقدر مثلا، ها؟ الشاهد قال لأبويا هاي البراءة، أو أنت خذ زلمة يبين عليك، روح روح هناك إلى مكة واصعد على ربوة وأعلن البراءة للمشركين. الرجال هم ما يقدر يقول لا بعد، خذ البراءة وراح، راح خطوات، نزل الأمين جبرائيل قال له يا رسول الله، قال بلى يا جبرائيل، قال إن الله إن العلي الأعلى يقرئك السلام ويبلغك التحية والإكرام ويقول هذه البراءة يجب أن يبلغها رجل منك، يعني منك وبيك، منك رجل منك اللي يبلغ البراءة. ياهو ماكو بعد أشجع من علي بن أبي طالب، قال له يا أبا الحسن إلي إلي يا علي، إجا الإمام قال له خذ البراءة من هذا الرجل فليرجع واذهب أنت بدله مكانه، روح زين. السؤال الأول أرد نسأله، النبي لما ود واحد قبل الإمام علي النبي خطأ له إلى غاية؟ إلى غاية، لأنه النبي معصوم لمو معصوم؟ معصوم، ما ينطق عن الهوى. لما دز ذاك الشخص الأول، لما دز أرسله النبي، أرسله بأمر منه لو بأمر من الله؟ بأمر من الله. هذا زلمتنا هم راح خطوات، راح مكان يعني، فالإمام تبع، نزل الأمر الإلهي أنه غير، أخذ البراءة، خل علي بن أبي طالب رجل منك هو الذي يبلغ زين. ليش؟ ليش العملية صارت؟ خذ منه ورطيها بيد الإمام علي خلي يروح. ليش صارت العملية؟ واضح شلون صار مولانا؟ أنت تسأل تقول ليش؟ لماذا رسول الله أرسل أحدا من بعد فترة هنوب غير؟ هنوب أرسل من؟ أرسل علي بن أبي طالب، بها سبب، بها غاية لما بها غاية؟ بها غاية. شنو الغاية؟ شنو الهدف؟ الهدف تبيين مقام وعظمة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. خاطر إحنا لا ننخدع ببعض الأشخاص، هسه إحنا عندنا بعض الأشخاص أنا قاعد يقدسونهم أكثر من اللازم، هسه بهذا الزمان، ها؟ بزماننا، بزمان زين؟ أكو بهذا الزمان يقدسون، إحنا للأسف عندنا تقديس الشخصيات أكثر من اللازم إخواني زين؟ وذيك المرة حكيتها، تقديس الشخصيات أكثر من اللازم، أنا ما أقيس الحق على الشخص، أقيس الشخص على من؟ على الحق، الحق اللي قائم، الحق هو القرآن، هو النبي، هو الإمام علي مثلا، سنة النبي، أنا قيس كل شخص، أبوي، عشيرتي، طائفتي، أمي زين، أنا قيس على من؟ على الحق، إن وافق الحق أنا عبد وخادم وممنون له زين، ومتتشور الباب على قولتنا زين، أو إذا لا خالف الحق لا ما قبله، ما قبله
وهذا حبيبي الشاهد مولانا العزيز النبي بهذا العمل راد يبين مقام وعظمة ياهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وهي صارت لما صارت من قبل، صارت من قبل وين عقد الرأي. تدرون أكو هذول اليهود مو خوشوادم، هذول أهل خيبر مو خوشوادم، مهروشين. كل واحد من المسلمين يمر يتعدون عليه، لو يسلبونه لو يضربونه لو يجرحونه لو يقطعون شيء من عنده وتركه. فالشكاوي زادت عند النبي، يا رسول الله يهود خيبر تعرضون اعتدوا علينا، الآية مش تقول فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. النبي هم شد الحرب مع من؟ مع اليهود. لكن ياهو اللي يحمل الراية، خلى واحد راح ما استطاع أن يكسر مولانا الحصن الباب، رجع خاب، ودى واحد ثاني النبي صلى الله عليه وسلم رجع مرة ثانية، مرة ثالثة شنو مولانا؟ لأعطينا الراية غدا. النبي قدر من أول ينطيها للإمام علي ولا ما يقدر؟ قدر، لكن راد يبين شنو مقام الإمام علي إلى الناس إلى العالمين. واضح مولانا؟ لأعطينا الراية غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. زين، قال له من تعني؟ قال ابن عمي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قالوا له علي بن أبي طالب أرمد ما يشوف، قال لهم جيبوه أنا رسول الله جيبوه. إذا عيسى يحيي الأموات، عيسى يحيي الأموات، يبرئ الأكمه والأبرص، خو النبي أفضل من عيسى بلا مقياس. جابوا الإمام علي يقاد. زين، هسا هذا سؤال ثاني، أن الإمام علي ما بي بركة يخلي إيده على عينه ويصير زين؟ يقدر، لكن هنا تبين لعظمة الرسول بعد، وتبين لعظم محبة الرسول لعلي بن أبي طالب. واضح مولانا؟ مثل من؟ فنك، عندنا نبي كان أعمى أو صار زين بقميص ولده ياهو يعقوب، القميص أشرف له يعقوب، يعقوب خوي خلي عيونه إيده على عيونه ويصير زين، يقدر لما يقدر؟ يقدر. بعد يودوا له قميص ويجيب القميص خليه على عيونه ويصير زين، علي من؟ علي من هذا؟ هذا أكو غايات أهداف منها لكل شيء. فالإمام علي يقدر يشافي نفسه، لكن مولانا صار الشفاء بيد من؟ وعلى يد من؟ على يد رسول الله، تبيين لعظم محبة النبي المن لعلي بن أبي طالب. هاي واحدة من العدن. أجى الإمام سلام الله عليه يقاد حتى أوصلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ من ماء فمه رسول الله ومسح به عيني علي بن أبي طالب، فبصر في ساعته مولانا صار كما كان بل أفضل مما كان. هذا تبيين لو مو تبيين لمقام الإمام علي؟ يودي مثلا جماعة بعدين يودي الإمام علي. هاي واحد. اثنين، في واقعة الأحزاب خندق، في واقعة الأحزاب زلمتهم ذاك عمرو ابن عبد الود العامري، لما اجى عبر الخندق قال لهم هل من مبارز؟ ولقد بححت. زين، ايش قد ما صحت هل من مبارز؟ شنو؟ ما حد اجى، القلوب لدى، ما حد يحكي، ما حد يتنفس، مو يحكي، لين يدرون بهذا ياهو ابن ود بطل. بطل ترى ابن ود مو رجال عادي، بطل 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 صدق بطل يعني. واضح مولانا؟ فياهو فلان 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 ما حد صاح لهم، شاب ما حد يقوم، صاح لهم ابن ود قال لهم اما تشتاقون الى الجنه؟ ما تريدون الجنه وديكم قبل؟ زين، سريع سير، ما حد يحكي. من له؟ قام المولى امير المؤمنين قال له انا يا رسول الله. قدر يودي له ما قدر؟ قال له اجلس يا علي. قدر بس قال له اقعد اجلس، المن خاطر يبين مقام المولى، قال له اجلس يا علي. اعاد مره ثانيه، قام الامام علي اجلس يا علي، قالها دعا مره ثالثه، قام الامام علي قال له انت له يا ابا الحسن. يلا زين، وما قصر بعد عين علي بن ابي طالب، راح مولانا فضربه على هامته وقطع رأسه بعدما جرى ما جرى، وصار الانتصار لجيش المسلمين ببركة سيف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حين فإذا مولاي في بعض الأوقات تقتضي المصلحة هذا التغيير، تقتضي المصلحة هذا التغيير لتبيين الإمام سلام الله عليه. فالإمام أخذ المعاهدة والبراءة، طبعا البراءة، وراح إلى مكة المكرمة قرأ البراءة. لما قرأ البراءة خلى شروط، خلى شروط النبي بأمر من الله، خلى شروط. شنو الشروط؟ الشرط الأول لا يحج في البيت
في العام القابل مشرك أبدا. بعد بالسنة الجاية السنة العاشرة بعد مشرك، السنة التاسعة كان يجون يحجون، السنة العاشرة بعد شنو مولانا؟ أي مشرك ما يدخل. ليش أي مشرك ما يدخل؟ لأن حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي حج الوداع إمتى حج؟ حج السنة التاسعة للعاشرة، العاشرة. ليش التاسعة ما أجى؟ هذه السنة التاسعة مولانا كانوا يجون مشركون يدخلون، والمشركون لهم سيرة، سيرة خاصة في الطواف مولانا، مثلا التهليل والتصفير يصفر والتصفيق، القرآن يسميه مكاء وتصدية، يصفق ويصفر ويفتر زين. أو عندهم قاعدة المشركين يلبون اللات وعزى ومنات وهبل، وين عند الكعبة. أو عندهم سيرة ثالثة باطلة يقولون الذي يطوف بثيابه، اللي يطوف بثيابه يجب عليه أن يتصدق بثوبه، اللي يطوف بهدومه يكون يصدق بمن؟ بالهدوم بعد الطواف. فشي يسوون خاطر لا يصدقون بالهدوم؟ ينزعون الهدوم يكترونهن يطوفون يتقربون إلى الله عرات ويرجعون يلبسونهن خاطر لا يصدقون. واضح مولانا شلون صار؟ هذا لكلا الجنسين. فهاي الحالة كانت موجودة وين؟ في السنة التاسعة. فالنبي في هاي الحالة يقدر يروح للحج؟ بهالهوسة وهاللخة وهالجماعة هذولي ما يروح أكيد. فمن جملة شروط البراءة شنو مولانا؟ الشرط الأول لا يحج مشرك في العام القابل، في العام الجاي، في السنة الجاية أحد أبدا، ما حد يجي. واحد. اثنين، الشرط الثاني مولانا، الشرط الثاني ألا يطفن في البيت عاري، عريان ماكو. هاي اثنين. الشرط الثالث، الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، الشرط الثالث من كانت له مدة فإلى مدته، اللي إلى مدة شنو مولانا؟ إلى مدته. ومن لم تكن له مدة فمدته اشقد؟ أربعة أشهر. اشقد أربعة أشهر؟ التبليغ صار بالحج الأكبر. الآية شو تقول؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. الحج الأكبر يمتى صار؟ الحج الأكبر صار في يوم عيد الأضحى، يوم الأضحى يوم النحر. يوم النحر ايش قد من ذي الحجة يصير؟ العاشر. احسب أربعة أشهر، عاشر ذي الحجة إلى عاشر محرم، إلى عاشر صفر، إلى عاشر ربيع الأول، إلى عاشر ربيع الثاني، صارت أربعة أشهر. عاشر ربيع الثاني هاي مدتهم خلص تنقطع المعاهدة. واضح حبيبي؟ فإجى المؤذن وهو ياهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، اتفاق العلماء، كل العلماء ماكو واحد يختلف، اتفاق العلماء على أن المؤذن في الدنيا ياهو علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا عندنا مؤذنهم في الآخرة. كلمة الأذان وأذان، كلمة الأذان اجت في القرآن مرتين، اجت في القرآن مرتين، مرة في هذه السورة سورة التوبة، ومرة سورة الأعراف. سورة التوبة تتكلم عن المؤذن في الدنيا، وسورة الأعراف تتكلم عن المؤذن وين؟ في الآخرة. خو تعرف الأعراف شنو؟ الأعراف قبل أربع سنين ثلاث سنين هنا طرحتها أنا بشكل مفصل زي مولانا. هذه المؤذن في الدنيا هو المؤذن على من؟ على الأعراف. على الأعراف وين الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فأذن مؤذن من بينهم. الآية خلي أقرأ لك الآية دقيقة لا أخطأ بيها وتقولي تنكي مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم، فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. فأذن مؤذن بينهم يعني بين أهل الجنة وبين أهل النار، يعني أهل الجنة سمعوا الصوت وأهل النار هم سمعوا الصوت. هذا المؤذن ياهو على الأعراف علي أمير المؤمنين، المؤذن في الدنيا وأذان من الله ورسوله أيضا هو ياهو علي أمير المؤمنين سلام الله عليه. خلي أعطيك أنا رواية جميلة، رواية بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أسمع الرواية هذه حلوة جدا، حلوة جدا، جميلة الرواية. الرواية شوية طويلة بس جميلة، أنا لين خاف يضايقني الوقت أقرأها من وقت خاطر لا أتحسف عليها بعدين. عن الإمام الباقر عليه السلام، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه في تفسير الصراط المستقيم مجلد الثاني صفحة 232، نور الثقلين مجلد الخامس صفحة 600، كنز الدقائق وبحر الغرائب مجلد 14 صفحة 326، بحار الأنوار مجلد 33 صفحة 283. هذا بالنسبة إلى مصدر الرواية. اسمع الرواية، الرواية
أكو واحد صعد المنبر فسب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وصل الخبر للإمام علي أن يا أبا الحسن جماعة فلان وفلان 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 ظلوا يسبونك على المنابر يشتمونك. الإمام تأذى، أذية الإمام سببت أن يلقي هذه الخطبة. شنو الخطبة شباب؟ زين شنو الخطبة مولانا؟ خطبها بالكوفة. زين إيش قال الإمام؟ قال نعم لولا آية في كتاب الله. اسمعوني إخواني بارك الله فيكم، دققوا شوية جزاك الله خير. زين قال المولى أمير المؤمنين سلام الله عليه لولا آية في كتاب الله ما ذكرت ما أنا ذاكره. زين في مقام هذا يقول الله وأما بنعمة ربك فحدث. شنو النعم اللي عند علي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ عيوني اسمع خاطر تخب المصيبة الإخوان ينتظرون. زين اسمع بس هذه الرواية، اسمع فضائل الإمام علي وذكر علي عبادة. اسمع مثل ذاك يقول لي الشيخ نتوات تمدح علي بن أبي طالب، كان مدح من؟ لا صدق يعني وهذا مدح علي بن أمدح من؟ هو جيب لي واحد يستاهل المدح مثل علي بن أبي طالب ومدحانا. زين اسمع ايش قال الإمام؟ أيها الناس إنه بلغني ما بلغني وإني قد أراني قد اقترب أجلي، هاي قبل الموت بسنتين ثلاث، وكأني بكم وقد جهلتم أمري وإني تارك فيكم ما تركه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله وعترتي. اقرأوا ياي. وهي عترة الهادي النجاة خاتم الأنبياء وسيد النجباء والنبي المصطفى. أيها الناس لعلكم لا تسمعون قائلا يقول مثل قولي بعدي إلا مفترٍ. يعني اللي يقول هذا الحكي غيري شنو مولانا؟ كذاب مفتري، ما حد يقدر يدعي إلا علي بن أبي طالب هذا الشيء. شنو مولاي؟ أيها الناس، عجيبة الرواية حلوة عجيبة والله شد العزم. أيها الناس أنا أخو رسول الله وابن عمه وسيف نقمته وعماد نصرته وبأسه وشدته وبأس الله الذي لا يرده عن القوم المجرمين. أنا مجدل الأبطال وقاتل الفرسان ومبيد من كفر بالرحمن وصهر خير الأنام. أنا سيد الأوصياء ووصي خير الأنبياء. أنا باب مدينة العلم خازن علم رسول الله ووارثه. أنا زوج البتول سيدة نساء العالمين فاطمة التقية النقية الزكية المهدية حبيبة حبيب رسول الله وخير بناته وسلالته وريحانة رسول الله. سبطاه خير الأسباط وولداي خير الأولاد. هل أحد منكم ينكر ما أقول؟ قل له لا يا بدر ينكر، ما حد ينكر. زين قل له لا. قال أين مسلم وأهل الكتاب؟ يعني وين اليهود والنصارى؟ قاعدين هم. قالهم اسمعوا إن اسمي في الإنجيل إليا. وين ما سمعت إليا أو إليا في الإنجيل هذا ياهو الإمام. اسمع اسمع عيوني اسمع كلش حلوة. إن اسمي في الإنجيل إليا وفي التوراة برية وفي الزبور أدية وفي الصحف برية وعند أمي حيدرة وعند الزنج حيترة وعند العرب عليا وعند الأرمن فريق وعند أبي ظهير. اللهم صل على محمد. حلوة هاي هاي حلوة. ألا وإني مخصوص في القرآن بأسماء احذروا أن تغلبوا عليها فتظلوا في دينكم. يعني لا تنسبون الآية لغيري، الآية لمن؟ إلي. من أنت يا علي؟ قال أنا الذي قال الله فيه إن الله مع الصادقين. أنا المؤذن في الدنيا والآخرة، فقد قال الله فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين، وقال أذان من الله ورسوله، وأنا المؤذن في الدنيا وعلى الأعراف، وأنا المحسن حيث يقول الله إن الله لمع المحسنين، وأنا ذو القلب حيث يقول الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وأنا الذاكر حيث يقول الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ونحن أصحاب الأعراف أنا وعمي وأخي وابن عمي، والله فالق الحب والنوى لا يلج النار لنا محب.
اللي يحبنا ما يدخل النار. زين، لا يلج النار لنا محب ولا يدخل الجنة لنا مبغض، حيث يقول الله: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسماهم. وأنا الصهر، حيث يقول الله: هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وأنا الأذن الواعية، حيث يقول الله: وتعيها أذن واعية. وأنا السلم لرسول الله، حيث يقول الله: ورجلا سلما لرجل. خلصناها. من ولدي مهدي هذه الأمة. ببغضي يعرف المنافقون، وبمحبة امتحن الله المؤمنين. هذا عهد النبي الأمي، ألا إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أنا صاحب لواء رسول الله في الدنيا والآخرة، ورسول الله مني وأنا من، أنا ولي المؤمنين والله وليي، وأنا من محمد ومحمد مني. هذه موجز، أي والله، جزاكم الله خير. هذه موجز عن فضل أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهالليلة يقولون هالليلة حق الشباب على الشباب بعد. مصابنا ومصابكم في هذه اللحظات، في هذه اللحظات الأليمة والحزينة، لما كان واقف الحسين ينادي: ألا هل من معين يعيننا؟ ألا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ لم يكن للحسين ناصر ولا معين، وإذ يسمع صوته القاسم ابن الحسن يأتي إلى عمه، هو حديث عهد بعرس لم يبلغ الحلم، كان عمره 14 سنة أو أقل بهالحوالي هذه. وصل إلى عمه: ائذن لي بالبراز يا عم. قال: ولدي قاسم، أنت العلامة من أخي الحسن، لأن هو شبيه للإمام الحسن كان كثيرا. ها، فأخذ يتوسل بعمه الحسين عليه السلام حتى أذن له، لكن الحسين شق له أزياق
وعممه بعمامه. ها؟ لما نظرت إليه رملة، نظرت إلى ولدها بكت رملة، صاحت نجايا يا 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 أن تردون ابن تعرسون يما ريدا بعرسه تونسون. ما عش تردين يا رملها، أنا وريدا ملابس جديدة تلبسون تلبسون، وريدا عمام يحضرون، لكن عمام وين يا رمل عمام؟ عظم الله لكم الأجر، نزل إلى ساحة الميدان إلى ساحة الوغى، يقول حميد بن مسلم خرج علينا قلام وجهه كفلقة قمر وفي رجليه نعلين. الله الله، شوف الشجاعة، وفي رجليه نعلين يضرب الأعداء يمينا وشمالا. كان الأزدي واقفا عندي، قال والله سأذكلن به أمه. الله أكبر، قلت يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه من كل جانب ومكان. بينما هو كذلك، عظم الله لكم الأجر، إذ انقطع شسع نعله، هد عليه اللعين، هز سيفه وضرب القاسم على رأسه. أين المنادي وأقاسما؟ المواساة للإمام الحسن، خلنا نذكره. أيوة حسن، أيوة سيدا وشهيدا، صاح السلام عليك عم يا حسين. جاءه الحسين كالصقر المنقض، حمل ابن أخيه إلى الخيمة، خويا جاب ومدد ما بين خوت، بتشعدهم يا ويلي وهم موت، بس ما سمع النسوان صوت. اجت امه تصيح الله اكبر، جيء بالقاسم الى امه رملة، نظرت الى القاسم شهيد. الله اكبر، عندك علامة للولد؟ لو ما عندك يا رملة، صاحت علامتي وليد محن اليدين، يعني عريس عريس يعني. ها يما علامتي وليدي وليدي محن ليدي ومطعون بفادة طعنتين، يما طعنتين وبعد الشباب وما تغنى. لكن ماذا صنعت هذه الوالدة؟ وضعت خدها على خد القاسم، أي أثار الولد مو مقسوم، يما وانا سنين ربيته، لو أدري يصيب الموت كان بقلبي ضميت، يما ضميته وانا عندي ولد مو وقت موت. يصير العيد اخواني، يصير العيد، الام الفاقده ولد تتحسس الالم اكثر، حتى الاب اذا صار يوم العيد يمرون شباب بحل الولد، ها ابنها بالقبر، والشباب الان ايام فرحه، تعاين الام لهم تقلهم يا شباب يا شبان ما وياكم وليد، يما وليد وليد ضايع من أم ليلة العيد، أي ترى فقدي الولد للوالدة مجيد، يما مشيت تبكي وبكاها بعد شيفي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون.
اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله، اقض حوائج المحتاجين بباب الحوائج أبي الفضل العباس يا الله، عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان إلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم. الفاتحة مع الصلوات. حتى بناه.